صباح الخير لكم مشاهدينا، وهلا رح نكون مع الابداع والتفوق اليوم عند الشباب السوري وخصوصا طلابنا بالجامعات وبكافه الاختصاصات اللي فعلا عم بيقدموا كثير من الاختراعات والابداعات بمجالات مختلفه من مجالات الحياه. واليوم معنا اختراع بمجال الهندسه الطبيه اللي فعلا ممكن يعطي الامل والتفاؤل بالتعافي ببعض الامراض اللي ممكن انها تكون مزمنه وخطيره. معنا الطالب مجد دقاق بالهندسه الطبيه من الاكسات. صباحك صباح مجد واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك يا. صباح الخير يا مجد، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. عم نحكي اليوم نحن عن اختراع مثل ما ذكرت نادين، هو بيفتح باب الامل، نحكي اكثر عنه اللي هو منظم ضربات القلب. اشرح لنا اكثر عنه لهذا الاختراع. هلا منظم ضربات القلب بشكل اساسي بدون هو كتشريح وكفيزيولوجيا، القلب بشكل اساسي هو بيتكون من عدد من الاجهزه، يعني الجهاز اللي نحن مستهدفين من الناحية التشريحية والفيزيولوجية جهاز العقدي القلبي. الجهاز العقدي القلبي اللي هو الناظم الأساسي اللي رح يجعل القلب ينبض بشكله السليم هي ما تسمى بالعقدة الجيبية الأذينية أو الـ SA node. هي العقدة هي الموجودة بالجدار العلوي الأيمن الوحشي تحت فوهة الوريد الأجوف العلوي. هي وظيفتها تأمين الدفعات الكهربائية لتدفق الدم والأنظام السليم. جهاز منظم ضربات القلب هو بيكون في عنا شذوذات كهربائية أو عنا نحن تجاهل ببعض النبضات الكهربائية، بتم تقصي الحالة. مدى ما تم تقصي هذه الحالة فنحن بشكل أساسي بنقوم بقدح بإعطاء نبضات كهربائية مساعدة في حال تم فشل هذه العقدة الجيبية الأذينية. طبعا وكذلك في عنا كثير العديد من الحالات المرضية اللي هي بتتطلب وجود زرع ناظم خطى. ناظم الخطى هو اسمه نفسه منظم ضربات القلب. اليوم فكرتنا احنا بس ملخص سريع يعني عن الفكرة، انه نحن عاملين منظم ضربات قلب ولكن مزود بدمجين علم النانو تكنولوجي اللي هو احدث العلوم بتطور المستقبل الطبي والتكنولوجي والاتصالات، دامجين هيدا العلم بالهندسة الطبية. حلو. لحتى ان احنا نوصل لفكره متطوره انه قدرنا نشحن اي جهاز صحيح. طبي مزروع ذاتيا. هلا مثل ما بنعرف اكيد الهندسه الطبيه والادوات الطبيه مكمله لاي علاج، يعني هي مساعده ايضا صحيح. كل الادوات وكل الهندسات الطبيه لمهنه الطبيب او اليوم العلاج وبروتوكولات العلاج. اذا بدنا نتعرف اكثر على هذا الجهاز، هو جهاز منظم الضربات القلب. بالبداية إنه شو الفائدة، شو الهدف من تصنيع هذا الجهاز؟ فعلا بنظم هو ضربات القلب من خلال استخدامه؟ طبعا. هلأ نحن بداية بالأمراض القلبية مثل ما حضرتك ذكرتي، اليوم الطب بدون الهندسة الطبية أصبح تقريبا بدنا أدوات ولا شيء علاجية. تمام. نحن بحاجة لتشخيص وعلاج. فالموضوع التشخيص الطبيب أكيد له دور، مع أنه هي الهندسة الطبية اليوم بمراحل متطورة أكثر، صار في تشخيص بمساعدة الحاسب، صار في كثير تقنيات متطورة بدمج الذكاء الاصطناعي مع الهندسه الطبيه، ولكن لا يمكن الاستغناء عن الطبيب بشكل اساسي. اكيد استغناء عن العنصر البشري تماما او الدور البشري. هو بيشخص يمكن وبتتم المتابعه عن طريق اليوم العلاج. الجهاز بشكل اساسي هو رح يكون معالج من قبل الحالات اللي قررها الطبيب. يعني اليوم نحن اذا بدنا نجي نقول على حالات معينه، ممكن اي انسان فينا يتعرض لتسارع قلب، تباطؤ قلب، ربما يكون بحاله سليمه، يعني انا ما قادر انا اقرر اذا هي الحاله هي حاله بحاجه زرع او لا. فاللي قادر هو فقط الطبيب المشرف المتابع للحاله الصحيه. اكيد الدور التاريخي بيلعب كمان مهم للعائله. اليوم المرض القلبي هو مرض كمان وراثي الوراثي. فنحن اليوم الامراض الاكثر شيوعا، انا طبعا عملت احصائيات هي لحتى نعرف شو الامراض الاكثر شيوعا من قبل الفريق الطبي لحتى نستخدم هذا الجهاز. شو طلعت الامراض؟ خلينا نتنور اكثر. الامراض طبعا الامراض هي تبدا بشيء اسمه الافتراق الاذيني البطيني. الاذينات والبطينات بتكون النبضات ما بتوصل من الاذين الى البطين. وفي عندنا مرض ثاني اسمه احصار غصين ايسر تام. هيدا الاحصار بيكون هو البطين الايسر ما هو متوافق مع البطين الايمن بالانقباضات. طبعا هون بس خلينا ننوه اكثر، يعني كون عم تذكر انت الامراض، فهي الأمراض. شو ممكن الحاله اللي تصيبه للشخص لحتى نحن نعرف انه هيدا المرض موجود؟ طبعا بتختلف من شخص الى اخر. اليوم الفريق الطبي ممكن يقرر، ممكن يصير معك حالات اغماء، ممكن حالات غثيان، اقياء، تبدا من حالات اعراض بدائيه الى ان هي تتطور بشكل. فنحن اليوم دائما الطبيب بيحب انه دائما يكون في تشخيص سنوي شهري يومي لموضوع الطب القلب، خاصه انه اليوم نحن في عندنا حاله نفسيه معينه هي بتاثر بشكل كثير كبير على القلب. طبعا في عندنا امراض كثيره، في عندنا نقص الترويه الافقاري للمنظم للعقده الجيبيه الاذينيه اللي هو راح يعطيها
هي التروية الكافية، عندنا التباطؤ القلب اللي بيصير عن طريق زيادة نشاط الغدة الدرقية أو زيادة النشاط النظير الودي، هو بيصير بيبطئ. عندنا تصلب الشرايين، هي مرض كثير شائع بنستخدمه. تصلب الشرايين اللي انا شفته طبعا اكثر بالدراسه البحثيه كان اسمه تصلب الشرايين متعدد البؤر. يعني نحن وجيب تخطيط القلب، هو تخطيط القلب هو شيء ضروري واساسي نقدر نشخص الحاله الطبيه القلبيه. فبنلاحظ تشوه باشاره القلب بتصلب الشرايين متعدد البؤر، وخاصه بالشريان السباتي. الشريان السباتي هو المغذي للعقده الجيبيه الاذينيه، اللي هو الناظم الاساسي الموجود داخل كل جسم إنسان. نعم. طبعا نحن بتنظيم ضربات القلب كما ذكرت يعني ممكن نعالج الكثير من الامراض القلبيه طبعاً. وربما الاوعيه، اذا بدنا نعرف مبدا هذا الجهاز مبدا العمل طبعا انا هون صدق. حاولنا الحين بالبدايه انه يكون في عندنا دارتين، عملنا على تصميم الدارات بطباعه ثلاثيه الابعاد. الدارات مكونه طبعا من شيء اسمه ثنائي فينيل متعدد الكلور وحادي طبقه. عملنا على تصميم طباعه سكيماتيك، اول شيء قمنا بعمل سكيماتيك خاصه جاهزه تم تجريبه بالبدايه، انه نحن نقدر نكون هيدا الناظم، ناظم خارجي وبنفس الوقت ناظم داخلي. الناظم الخارجي بياخذ تغذيته من المدينه عن طريق المحول طبعا. هون في عنا نحن المحول، هيك الكاميرا تمام. ايه بدنا نرفعه لسه هيك تمام لسه شوي لحتى ناخذه وتشرح لنا عنه اكثر كيف مبدا عمله. هيك تمام تمام. هلا هون في عنا طبعا بيدخل هون الكهرباء، كهرباء المدينه بتدخل 220 فولت بتفوت على ثلاث دارات. دارة التغذية الأساسية هي دارة الإنعاش للدارات الأخرى المختلفة. عندنا هون في عندنا دارة هي دارة الاقتباس الإشارة الحيوية من خلال حساس القلب أو تخطيط القلب. رح ناخذ تخطيط القلب، نحن طبعا نقوم بمرحلة تضخيم ومعالجة وترشيح، لأن نحن عندنا الإشارة الحيوية هي إشارة ضعيفة بالمطال جدا، ما نقدرين نشوف إذا ما تم تضخيم مئات المرات. فعن طريق هي الدارات تضخم وترشح فبتطلع معي نقية. عن طريق النقاوه نحن فينا نستطيع صنع خطا. طبعا هيدا الشيء نحن نحتاج بالتطوير الى تطبيقات سريه نقدر نطبقه على شخص معين في عنده هيدا المرض. ولكن هون نحن كيف عملنا الخطا؟ قمنا بصناعه خطا نحن، يعني انا بذاتي عملت صناعه الخطا وقت اقتبست اشاره القلب وعرضتها على الشاشه. فانا طبعا قمت بصناعه خطا عن طريق المقاومات المتغيره الموجوده. عن طريق صناعه الخطا هي انه انا اعمل فتره تاخير زمني باشاره القلب تعادل فتره المرض اللي ممكن يصير بالشخص. طبعا هي الفتره نحن بحاجه انه يشتغل لا اراديا داره المنظم اللي هي موجوده هون مربوطه مع لوحه التطوير الاردوينو وحساس القلب. هي الدارة هي عبارة عن دارة كان الصعوبة فيها انه نحن بحاجة زوال استقطاب الخلية العضلة القلبية، بيحتاج مثل ما عم تشوف طبعا هي الدارات الموجودة، هي حساس القلب، وهي في عندها دارة اسمها دارة العازل، اللي نحن هي الدارة كتير مهمة ان تحصلنا على الخرج اللي هو 50 ميلي فولت. طيب. 50 ميلي فولت هو اللي رح يشتغل عليه القلب ضمن زوال استقطاب. نحن عم نطب نحن عم نحكي نحن عم نحكي عن كهرباء بالاخر. هي الكترون وكهرباء تماما. هي رح تعطي نبضات كهرباء للجسم تماما. مؤلمة هي نقول. ممكن تكون مؤلمة الى حد ما، ولكن هي بيتحمل الشخص طبعا يعني قادر الواحد يتحمل. هي حتكون داخليه، يعني حتكون هي الالكترود هيدا اللي راح يطلع منه للداره حيكون مزروع يا اما بالاذين الايمن يا بالبطين او بالحاله الطبيه كمان اللي بيقرر الفريق الطبي. بس اللي بيبقى عندنا الفكره التطوريه اكثر بالمشروع هو وجود شيء اسمه ماده نانويه. هي دمج ما بين علوم النانو تكنولوجي وما بين الهندسه الطبيه. علوم النانو تكنولوجي هي اللي هي تصغير القطع، دائما سامعني بشيء اسمه شريحه ايلون ماسك مثلا او هي الشرائح المتطوره اكثر، عم نعتمد على تصغير وزياده فعاليه. فالنانو هو بيعتمد بشكل كثير كبير على هيدا الفعاليه. فانا استهدفت بدراستي الماده هي اسمه مولد نانوي اي تنج. بيحتوي هذا المولد على خمس مكدسات. تمام. كل ما انطبقت الطبقات الاحتكاكيه بيعطيني خارج كهربائي. طب مجد اذا بدنا نحكي نحن الاهم والنقطه الهامه لما بيكون في عنا هيك اختراعات وابتكارات تطبيقها يعني الفعلي، يعني هلا جرب هيدا الجهاز؟ طبعا هو جرب. كيف كانت نتائجه؟ كانت النتائج جيده جدا بالاشاره. انا في اشاره يمكن حعرضها، الاشاره هي كانت سليمه جدا عند استخدام حساس القلب لاول مره، وبنفس الوقت حصلنا على التيار المايكرو امبير والجهد بالميلي فولت اللي هو تماما يعني يشتغل لنظام القلب السليم. هلا دقته هلا دقته هي طبعا دقته تتراوح بموضوع نحن نستخدم شيء طبعا يبقى كتست. ليش يبقى كتست؟ لانه نحن ما قادرين اليوم، بدنا تطوير، بدنا دعم اكثر. في نظام اللي عم نستخدمه بالبطاريات اللي هي موجوده على ارض الواقع هو اسمه نظام التهجين الالكتروني، يعني كل هيدا اللي بتشوفيه بيبقى كثير صغير
ونعنوي وقادر هو فورا على التطبيق. عم نحكي نحن هون طبعا هو ممكن تماما هون نادين كان تطويره لهيدا الجهاز اكثر بصير بشكل اصغر يمكن أصغر واستخدامه اسهل متوافق حيويا استخدامه هون بدنا نحكي اكثر ممكن الشخص يستخدمه بنفسه انه او لا هو حصرا لازم يكون عند دكاتره بالمشافي الطبيه يعني لازم يبقى بحاله مراقبه طبيه بكونه هو الجهاز منظم ضربات القلب هو مصنف من الهجزة الطبية من النمط الثالث من ناحية المخاطر يعتبر جهاز داعم للحياة فنحن اليوم بدنا نخاف على أي خطر طبعا هي الإشارة اللي بنشوفها على الشاشة هي الإشارة اللي حصلنا عليها مشابه جدا لإشارة تخطيط القلب بيبقى هذا الحساس هو حساس طبعا شركة صينية ولكن هو حساس كتير جيد إنه نحن نعرف نختبر يا ترى هل هو شغلنا صح أو لا هي أول إشارة حصلنا عليها طبعا طيب اذا بدنا نحكي على الفرق بين ذكرت انه هي مشابهه للاجهزه المنعفه لتخطيط القلب وتنظيم ضربات القلب اذا بدنا نحكي شو الميزه يعني ليش الميزه اللي تميز فيها المشروع هيدا المشروع تم اختراع هذا المشروع لحتى نحن نكون بتطوير الرعايه الصحيه تطوير الرعايه الصحيه والعنايه الصحيه بشكل مختلف عن البطاريه اللي هي موجوده على ارض الواقع طب شو بيزيد يعني الفائده البيزيد انه احنا نقدر نشحن البطاريه ذاتيا في شيء اسمه التوغل الجراحي عمليه التوغل الجراحي لحتى نشيل البطاريه الموجوده جوا الجهاز البطاريه اللي جوا الجهاز ممكن تصير فيها فشل بيولوجي او فشل معين فنضطر ان نبدله كيف نبدله نعمل عمليه جراحيه اخرى تخدير وحفر عظم ترقوه وايا كان احنا عم نحكي على البطاريات اللي بنعرفها اللي بتنزرع بالقلب تماما بقلب كل جهاز منظم ضربات قلب في بطاريه لحتى تشغله تمام. هي البطاريه هي عمرها الافتراضي من 3 الى 10 سنوات اقصى حد كثير مفضله هي بطاريات الليثيوم تحتاج بعدها الى تبديل يعني عمليه جراحيه جديده اليوم باستخدام المواد النانويه او ليك مسمت هي الحركه الميكانيكيه اذا بنشوفها بشوف قد ايه بسيطه هي الحركه الميكانيكيه عن طريق تدوير العجله بنشتغل نشوف انه يشتغل اللد هيدا اللد الموجود بياخذ فولت نحن بنحاول انه تحريك الحركه الميكانيكيه تحولت لخرج كهربائي هيدا الخرج الكهربائي قادر يشحن البطاريه يعني اللي إنسان موجوده بالجهاز اذا انسان ماسك شيء ميكانيكي بيتحرك فهو شحن البطارية. حلو هلا نحن بدنا نحكي اكثر يعني مجد انت شاركت بمعارض بنعرف نحن بالجامعه في كثير من المعارض صح. اللي كانت شاركت بمشروعك او كان في مشاريع ثانيه خبرنا عن مشاريعك هلا بكون انا الدراسه كانت حديثه جديده يعني انا كان المناقشه تقريبا 1/9 بس نحن ببدايه الشهر 9 تقريبا فما كان عندنا اسم المعارض طبعا انا بدايه كان في شيء اسمه ملتقى فرصه الاستثمار الرياضي 2 انا تاهل مشروعي عليه من ضمن المشاريع 77 يمكن مختارين من اصل 3000 وايا كان طبعا الهدف من هو فرصه انه يبقى تمويلي يعني اليوم هدف الملتقى يكون هو هدفه طبعا ربحي اكثر من هو فكره طبيه او فكره ايا كان يعني هلا اللي اخذوا الجائزه الاولى مبروك لهم طبعا هذول هن كانوا مشتغلين شيء يعني يقدر ينباع فورا بالسوق نحن اليوم مستهدفين قطاع الطب القلب فقط فلهيك طبعا بالملتقى هدف هون الربح هون يعني نحن اعرضتوا هيدا المشروع لسه بده تطوير بده تسويق على مبنى الاتحاد الوطني طلبة سوريا وتم بالعرض قدام اللجنه الجدوى التسويقيه لإله يعني الجدوى هلا طبعا بس انا كمان على المشاركه في عنا بمعرض الهمك للمشاريع التطبيقيه 30/10 انا مشارك فيه طبعا مرشح المشروع ضمنه وكمان انا مرشح على الحاضن طاقات المعلومات والاتصالات حلو هي هلا ما بنعرف امتى حيكون الموعد الاختبار طبعا كمان مجد هذا المشروع انت لحالك متفرد فيه او معك زملاء لحالك الجدوى التسويقيه الجدوى طبعا هلا بالنسبه للجدوى هي بتكون بتدرس 3 حالات الجدوى هي قد ايه نحن تكلفنا بالمشروع قد ايه قابل للتطوير قد ايه ممكن يكون ابتكاري وشو بينقصه ليكون اللازم هلا التكليف في المشروع هو عباره عن قطع الكترونيه طبعا هو مكلف من ناحيه التصميم من ناحيه طباعه الدارات من ناحيه وجود القطع توافق القطع بتعرف انه احنا عندنا شوي بالبلد خلل شوي او عندنا يمكن الحرب اثرت بشكل كثير كبير اكيد بالحصول على المواد على موضوع حصول القطع فنحن حصلنا قطع بصعوبه على حصولها في منهم جبتهم من الصين طلب خارجي بس هي مكلفه من ناحيه معينه الى حد انه هي ممكن تكون ارخص من بطاريه القلب انتم تشتروها لكن احنا اكيد بحاجه لمخرجات لهيدا الجهاز اذا بدنا نحكي انه تسويقيا هل ممكن يطبق او ينتشر مثل ما ذكرت تمام هو قابل للانتشار فقط بتنظيم ضربات القلب في حال طب القلب نحن في حال اعراضه على طب القلب او في حال طبعا وجوده على مراكز خاصه بجراحه القلب والاوعيه الدمويه مثلا مثل عندنا بلاديه شيء اسمه مشفى الباسل للامراض القلبيه مركز متخصص تمام نحن لازم نعرضه على مركز متخصص طبعا بيبقى التقييم الطبي
كثير ضروري طبعاً. والتقييم الاقتصادي هو الافضل من ناحيه التسويق. التقييم الاقتصادي بفوت مراحل تطوير الجهاز والجودة. مراحل نعم. تطوير الجهاز، اداره الجوده طبعا، بعدين لازم يخضع لاختبارات وسلامات بكونه هو جهاز داعم للحياه. لازم يكون مثل مثلا نحن مقاييس اوروبيه لدعم هي المشاريع بكونها بتعطي خرج كهربائي فيكون خطيره، فنحن لازم يكون نحن نخضع لاختبارات وشروط قياسيه لحتى ندرج ضمن الاسواق. تمام. ناخذ شهاده ايزو قريبه. مجد، يعني عم نحكي نحن هذا المشروع اللي انت تخصصت فيه له علاقه بالقلب، ممكن يكون في عندك مشاريع ثانيه؟ يعني بنعرف نحن الهندسه الطبيه يمكن هو فرع ما هو كثير قديم، يعني فينا نعتبره انه جديد الى حد ما، فمشاريع كثير اكيد فيما يخص الاجهزه الطبيه، ممكن يكون في عندك مشروع اخر او عم تفكر بشيء ثاني؟ عندي انا تفكير بمشروعين ثلاثه مع بعض خلال السنه الاخيره. بعيدا عن القلب؟ طبعا اكيد بعيد عن القلب، بكون انه طبعا اكيد طب القلب هو الاصعب. صح. أصعب التخصصات أكثر دقة. اليوم عندنا نحن الأجهزة الطبية الفئات الأصعب كالأجهزة هي القلب والدماغ. الدماغ تحليل إشارات الدماغ شيء كتير صعب، والقلب نفس الموضوع طبعا. فنحن حنلجأ، أنا حألجأ بالسنوات القادمة أو ما بالسنوات القادمة بإذن الله بالسنة القادمة. هلا أنت سنة خامسة؟ سنة خامسة بالتخرج، فعندي مشروع تخرج بإذن الله. حنلجأ لشيء ضمن المجالات التسويقية أكثر، هي طبيا وتسويقيا. صحيح. شيء تجميلي، شيء سني، أي شيء يلي هو الأهم بي طبعا بهيدي الهندسة. هلا أيضا هي يعني تعتبر شاملة طبعا هيدا الاختصاص، إذا بنحكي عن اختصاص. صح. الهندسة الطبية، باعتبار أنه بتكون عندكم معلومات طبية، معلومات حتى مرضية وتشريحية عن أنه ليش أنتم يعني بتكون تذكروا هذا الجهاز، شو هي الامراض. فيعني هذا الاختصاص فعلا هو ملم بكل شيء وصعب يعني بان فعلاً واحد. فعلا هو بيجمع بين العلوم الهندسه والطب بشكل كامل. بس قديش ما هو فعلا يعني شيء مهم كمان اليوم للانخراط بسوق العمل، يعني هو باعتبار انه صحيح. من احد الهندسات المعقده فعلا، يعني الهندسات لانه هو شامل كما ذكرنا. فاذا بدنا نحكي عن هذا الاختصاص واهميته اليوم وانخراط بسوق العمل من خلال طبعا الابتكارات اللي عم تبتكروها من الهندسه. طبعا الهندسه الطبيه هو مثل ما تفضلتي حضرتك انه هو علم بيجمع بين علوم الهندسه والطب بشكل كامل. فالصعوبه هي الانتقال ما بين العلم الهندسي والعلم الطبي. نحن وقت بندرس المواد الطبيه والهندسيه قادرين نبتكر هيدي الاجهزه الطبيه. اختصار نحن الهندسه الطبيه الى مجالات عديده جدا، واليوم هي المطلوب الاكبر بكل دول العالم بكونها هي الهندسه التجديديه، خلينا نسمي هذا المصطلح الهندسه التجديديه. اليوم الهندسه الطبيه عم تفوت بكل المجالات، عم فوت بعلوم التروية القلبية، عم فوت بمواضيع الهندسة التجديد، هندسة النسج الحيوية، علوم النانو، الذكاء الاصطناعي، تشخيص مساعد الحاسب. هاي المشاريع بتخدم أول شيء البحث العلمي. البحث العلمي هو مجال الأفضل اللي هو طبعا تصنف الجامعات السورية على أساس البحث العلمي. رسالة البحثية بتكون كتير ضرورية لأي طالب أو لأي خريج، بالإضافة إلى التطبيقي. دعم الفكرة بين فكرة البحث العلمي والتطبيقي هي الأفضل ضمن الهندسة الطبية. الهندسة الطبية بتأمن لنا هيدي الفكر، وطبعا بيبقى هو العلم الأفضل يعني من بين كل العلوم الهندسية. تمام. طبعا مع الاحترام للجميع، بكون الهندسة الطبية هي العلم الشامل، العلم اللي هو اليوم علم المستقبل. أكيد. تطوير الرعاية الصحية، تخفيف الآلام عن المريض هو شيء كثير ضروري بحياتنا. تمام. ونحن عم نلاقي الشباب الجامعة يعني بالرغم يعني انت كنموذج خلينا نقول مجد، بالرغم من التحديات بالرغم من الظروف، انه انت قادر تتحدى كل الظروف ويعني تحط نموذج وتعمل تصنع نموذج لانت فكرة مشروع ببالك، هي اكيد مثل ما قلنا قادره تطور من الطب كثير، وخاصه نحن عم نحكي كمشروع للقلب قد ايه هو فعلا مهم وبحاجه يمكن لحتى يكون موجود عندنا. كلمه اخيره بتحب تضيفها كطالب صاحب مشروع لزملائك؟ طبعا انا بتمنى التوفيق للجميع، وهي الفكره انه نحن دائما نكون يعني دائما متمرسين بالعلوم، دائما بنبقى مواكبين لاخر المستجدات. اليوم الطبيب او المهندس الطبي اذا ما واكب المستجدات العلميه والتكنولوجيه بات فشل، يعني ما راح نكون في عنا نحن مسيرة تقدم لقدام. طبعا بدي اتشكركم بنهاية اللقاء، بتشكر الدكاترة المشرفين علي طبعا دكتورة لميس قدسي ودكتور هاني عماشة، وبتشكر اهلي وكل اللي دعموني طبعا، وبتمنى التوفيق لكل الطلاب والزملاء، ونبقى نحن دائما يعني امل باذن الله لسوريا وللادقية ولكل المستقبل الطبي والهندسي. نحن بدنا نشكركم مجد، ما شاء الله انتم الامل، ما شاء الله عندكم يعني عندكم ابداعات واختراعات. نحن فخورين اكيد بالشباب السوري اليوم اللي بالرغم كل الظروف والتحديات عم يتحدى. صح. وقادرين ان شاء الله نوصل. شكرا كثير لك مجد، توفيق لك لكل طبعا زملائك. شكرا يا مجد، يسعد صباحك. شكرا.